لو تحب توجه كلمة للناس اللي هترشحك او الناس اللي تحب تأيدك في الفترة القادمة ليك كل المجال اتفضل. هنقول احنا لازم نثق في نفسنا، نثق في قدراتنا، ومع بعض وبالتعاون نقدر نغير وجه مصر ونخليها وجه الحضاري اللي احنا كان المفروض تستحقه، وانها ترجع تاخد موقفها الحضاري اللي الناس كلها تستحق انها تقف فيه متقدمة رائدة، منارة للعلم ومنارة للفكر، وفي احسن ما يمكن ان شاء الله الرحمن. بالتوفيق ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا. تسلم يا فندم، ونتابع معاك المعركه الرئيسيه ان شاء الله الرحمن.